السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بناء على طلب عدد كبير جدا من المتابعين، واللي كانوا دايما بيطلبوا من خلال الكومنتات طريقة معرفة إن كان تليفوني متهكر. في الحقيقة إن في مجموعة من الأكواد واللي ممكن من خلالها تعرف إن كان تليفونك تم اختراقه ولا لأ، بس في الأول لازم نعرف إيه هي طبيعة الاختراق ده، واللي ممكن تتم عن طريق التجسس على المكالمات أو التجسس على الرسائل والبيانات الخاصة، وده بيتم عن طريق الأكواد اللي هنوضحها دلوقتي. كود معرفة هل التليفون نسخة أصلية أو مقلدة، لأن النسخ المقلدة غالبا بتنزل ببرامج تجسس، والكود ده من الشمال نجمة شباك 06 شباك. في كود تاني واللي تقدر من خلاله تعرف إن كانت مكالماتك بتتحول على رقم تاني ولا لأ، والكود ده من الشمال نجمة شباك 62 شباك. كمان في كود تقدر تعرف من خلاله إن كانت الرسائل والبيانات الخاصة بيك بيتم استعراضها من خلال طرف تالت ولا لأ، والكود ده من الشمال نجمة شباك 21 شباك. وفي كل الأحوال في كود بيتعمل علشان يوقف كافة عمليات التجسس، واللي هو شباك شباك 002 شباك. بعد ما تعرفنا على الأكواد اللي ممكن من خلالها تعرف إن كان التليفون متهكر ولا لأ وكيفية إيقاف كل عمليات التجسس، هنستعرض مع بعض شوية مؤشرات واللي ضروري تكون على علم بيها، لأنها بتشير بنسبة قوية جدا إن تليفونك ممكن يكون مخترق. من ضمن المؤشرات دي إن بطارية تليفونك بتخلص بسرعة، وده معناه إن في برامج بتشتغل في الباك جراوند بتاعت التليفون طبعا من غير ما تحس، زي الكاميرا والمايكروفون، وبطبيعة الحال دي بتستهلك من البطارية وبتنقل للمخترق عنك كل حاجة، صوت وصورة كمان. علامة تانية من العلامات المهمة واللي ممكن تكون إشارة قوية لأن تليفونك مخترق، وهي ملاحظة أن تليفونك باستمرار بيطلب تغيير الباسورد بتاعة الحسابات الشخصية زي البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي. في الحقيقة أن الطريقة دي هي واحدة من أشهر الحيل الاحتيالية اللي بتتعامل لمعرفة كلمات المرور الحالية للحسابات والاستيلاء عليها، وخاصة حساب الجيميل واللي بيكون مرتبط بحسابات تانية كتير جدا. من أهم العلامات اللي بتشير لأن تليفونك مخترق هي تغيير إعدادات الجهاز الخاص بيك باستمرار، زي مثلا تشغيل البلوتوث أو فتح الكاميرا من غير ما أنت تقوم بده فعلا. كمان ملاحظة أن في تطبيقات بيتم تصطيبها على تليفونك من غير تدخل منك، ودي بتكون إشارة قوية لأن تليفونك مخترق. ومن أهم العلامات اللي بتأكد أن تليفونك مخترق وهي أن درجة حرارة التليفون بتكون عالية في حالة أنك مش بتستخدمه، وده معناه ان في عمليات بتتم في الموبايل حتى وهو في حالة الثبات. كمان زيادة استهلاك البيانات في الموبايل، وده معناه ان في معلومات بيتم نقلها من تليفونك لطرف تاني. كمان ظهور العديد من النوافذ المنبثقة او الرسائل العشوائية واللي بيتم ارسالها من والى تليفونك بكميات كبيرة، دي كلها علامات بتأكد ان تليفونك تم اختراقه بشكل او باخر. طيب في الحالة دي انا بتصرف ازاي؟ في الحقيقة ان في مجموعة من البرامج على جوجل بلاي او الاب ستور واللي بتكون مضادة للتجسس او القرصنة، بس قبل ما تاخد القرار بتحميل اي برنامج من دول على تليفونك لازم يتم البحث عنه كويس جدا وتجمع معلومات كتير عنه وانه فعلا فعال في مكافحة التجسس والقرصنة، لان كتير من البرامج الموجودة هي بالفعل برامج تجسس وبتنزل على انها برامج لمكافحة التجسس. طبعا منصات جوجل بلاي واب ستور بتكافح ده، ولكن بتاخد شوية وقت لحد ما بتكتشفها، فمن الضروري انك تتأكد من ده بنفسك قبل تحميل اي برنامج. من اهم التطبيقات الموثوقة في مكافحة التجسس والقرصنة هو تطبيق افاست المعروف، واللي بيساعد بدرجة كبيرة في حذف الملفات والبيانات اللي بتحتوي على فيروسات ضارة او روابط مشبوهة. خلصت حلقتنا النهاردة على قناة مركز خدمات المحمول، واللي اتكلمنا فيها عن طريقة معرفة إن كان تليفونك متهكر ولا لأ. لو وصلت لحد هنا يبقى ضروري تشترك معانا في القناة وتفعل زرار الجرس، لأن المحتوى بتاعنا عجبك ولازم تكون معانا. كمان تدوس لايك وشير علشان نقدر نفيد بالفيديو ده أكبر عدد ممكن من مستخدمي الموبايل. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.